السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ندخل في يونت 5 هي الوحدة الخامسة لكتاب الصف الرابع الفصل الدراسي الأول. طبعا هنا في أول صورة look and write، أول سؤال look and write. مها sleep for nine hours and Maha goes to school for 6 hours and Maha play with her friends for 1 and a half. Maha does her homework for 1 hour and Maha watches TV for half an hour. الآن ننتقل إلى هذا السؤال read and write. طبعا نحن نقوم بكتابة بعض الأسئلة. مثلا how long does Ali sleep for؟ سؤال ثاني how long does Ali goes to school for؟ أيضا عندنا how نكتبها how long does Ali do his home work for؟ أيضا عندنا سؤال آخر how long does Ali pray for؟ نكتب هنا سؤال آخر how long does Ali watch TV؟ هذه هي الإجابات لهذا السؤال. أعطيكم فرصة تكتبوهن شوية، كم دقيقة أعطيكم فرصة، بعد ذلك ننتقل للسؤال اللي بعده أو قوموا بتصوير الشاشة. الآن ننتقل إلى هذا السؤال read and write the words. عندنا carbohydrate نكتبها بخط أصغر عفواً هنا كربوهيدرات هنها بروتين هناها فيتامينز هناها فات. الآن ننتقل إلى هذه الأسئلة do and don't. do عندنا get lots
of sleep exercise every day wash your hands before you eat brush your teeth brush your teeth eat healthy food eat healthy food اما هنا eat with ايضا watch a lot of TV go to bed late eat lots of chocolate and sweets forget to brush your teeth هذه هي الإجابات نفس الشيء أعطيكم فرصة أو تصوروا الشاشة بعدها ننتقل للسؤال الآخر في هذا السؤال عندنا match that takes two picture أول شيء عندنا she watches lot of TV every day she never عندنا هنا من اللي شاهد التلفاز طبعا هي ذيها فنكتب A هنا she never watches her face ما يغسل وجهه and she ما أيضا ما يغسل أسنانه عفوا هذه تتحدث رقم ثلاثة عندنا this number six he eat lots of fruit he never eat sweets يأكل دائما فواكه وأبدا ما يأكل حلويات عندنا number two هي E he every day he never watch TV ما يشاهد أبدا التلفاز هذا number one اللي يغسل وجهه ويغسل أسنانه دائما هو number this D and this F عفوا هنا أنا غلطت كتبت الأرقام ف 1 هي B 1 هي B and 6 هي C هذه هي الإجابات لهذه الصفحة الآن ننتقل إلى هذه الصفحة عندنا What is the title of the عندنا العنوان العنوان لهذه الصفحة هذا فنكتبه هنا get healthy أيضا عندنا how is writer من الكاتب الكاتب مازن أيضا what is the عن ماذا يتحدث عن
It's about healthy habits and using some types مازن. هذه هي الأجوبة لهذه الأسئلة، وشكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع لتعم الفائدة، وأيضا الاشتراك في القناة. وأعتذر على الصوت، صوت ابني يشاركني في الفيديو.